نعم. ما عدا صح وما عدا صح ولا صح فهو زيارة خبيثة لو صح. فالمراد الزيارة هذا في للشهوة والمال والموافقة على الباطل. وإذا أهمل العلماء المرأة فسدوا. إذا أهمل العلماء المرأة وتزوج عنهم فسد الأمراء وضاعت الحقوق. فالمصلحة والخير في أن يزورهم العلماء ويرشدوهم ويقرؤوا منهم بالتوجيه والإرشاد والنصيحة عن الظلم ونفع المظلومين وإزالة الظلم عنهم كما زارهم العلماء سابقا من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. أما كون العلماء يتركونهم ويهجرونهم ولا يزورونهم هذا خطأ من غلط لا يقوله إلا جهل الذين لا يعرفون المصالح العامة.